دام غريب الله كريم وناس حالت عليه ناس حالت عليه دام غريب الله كريم دام غريب الله كريم وناس حالت عليه ناس حالت عليه ناس حالت عليه وناس حالت عليه عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لدفاع حقوق الإنسان. وقفة اليوم تأتي في إطار التذكير بالوضع المزري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعامة المغاربة، والتي تؤكد أن سياسة التفقير التي تنهجها الدولة ضد عامة المغاربة في مقابل توفير كل إمكانيات لفئة قليلة لتتحكم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في المغاربة. نحن كحقوقيين نؤكد أنه لا كرامة ولا عدالة ولا حرية إلا إذا تحققت الحقوق الأساسية للمغاربة والتي تضمن لهم الكرامة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في السكن، والحق في الشغل. هذه الحقوق هي التي تضمن الكرامة لجميع المغاربة. سنظل كحقوقيين نناضل من أجلها إلى حين أن تتوفر لعامة المغاربة. سميرة الرئيس، منسقة لجنة المسيرة العالمية بالمغرب النساء. هذه الوقفة هذه كنشاركوا فيها إلى جانب كل تنظيمات النسائية والسياسية والحقوقية والنقابية، باش كنرفعوا صوتنا في هذا النهار هذا اللي كيتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر بجميع الأشكال ديالو. جينا كنرفعوا صوتنا باش نددوا بالواقع ديال المرأة، لأن حنا هنا حاضرين كتنسيقية ديال النساء. جينا باش كنددوا بالواقع ديال المرأة، لأن المرأة هي اللي كتعاني أكثر من الهشاشة، من الفقر، لا على مستوى الشغل، لا في المجتمع. يعني المرأة هي اللي كتعاني جوج مرات. كذلك بالنسبة لنا كنرفعوا صوتنا بالواقع ديال المرأة العاملة، المرأة القروية، لا المرأة في الضيعات، لأن اليوم العالمي للفقر هي محطة باش كتنبه المسؤولين بهذا الوضع هذا، رغم المشاريع الكبرى والتنمويه اللي كاينه في البلاد، ولكن ما كتستافدش منها يعني كافه الشرائح المجتمعيه، يعني ما كيستافدوش منها كافه الفئات، وخاصه الفئات الهشه اللي كتبقى دائما في وضع تحت عتبه الفقر.